الراديو 90-90 هواها مصري. يا مساء الخيرات والسعادة والبركات في شهر النفحات. عمارة الحاج رمضان ترحب بكم أيها الرجال والسيدات والشباب والأنسات. سقفة يا جدعان، سقفوا لي، أنا عايز أسمعكم أنتم بتسقفوا بقى. النهاردة ينتصف الشهر الكريم، شهر الخير والفرحة، شهر السعادة. اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان. كل سنة وأنتم طيبين، كل سنة وأنتم في خير وعز وسعادة. عمارة الحاج رمضان منورة الدنيا بيكو وسعيدة طول ما أنتم بتسمعوها. وأنا داخل شقة 15 النهاردة، شقة مدام ألفت، شميت ريحة، شموا كده معايا، أنا جوعت، نفس في الأكل لا يعلى عليه. يا مدام ألفت، يا مدام ألفت طلعت لي، عايز أعرفكم بيها. هي أرملة وعندها 4 ولاد، زوجها توفى من 5 سنين تقريبا، وقتها قررت تشتغل عشان تصرف على البيت وولادها بيساعدوها. قابلها مشكلة، المشكلة كانت بتتمثل إن هي مش عارفة تروح شغل بانتظام علشان اختلاف مواعيد الشغل مع مواعيد الدراسة بتاعة الولاد، فهتقف، مش هتسعى، هتقعد في البيت حاطة إيدها على خدها. لا والله، قررت تشتغل من البيت، وفكرت إيه أكتر حاجة هي شاطرة فيها. كل العيلة والصحاب بيشيدوا وبيشكروا في أكل الست ألفت، وبدأت بالفعل تعمل مشروع أكل بيتي وتغلفه كويس جدا وتبيعه وتبقى مهتمة جدا بنظافته. وسكان العمارة كانوا أول زباينها، وهم كمان اللي ساعدوها في تسويق شغلها وعملوا لها صفحة على فيسبوك وقالوا لها إحنا هنسوق لك المشروع. حازم وأميرة أولادها شغالين دعاية حلوة جدا على الفيسبوك، ومصطفى ابنها الثالث الكبير متخصص بقى في توصيل الأكل للبيوت، ربنا كرمهم واشتروا كمان موتوسيكل ينقلوا بيه الأكل أو يوصلوا بيه دليفري. الست ألفت حكيت لي إن بسمة بنتها بتساعدها في تحضير الوجبات، ده غير إنها شطرة جدا جدا في الحلويات، لدرجة إنها بتفكر تتوسع في المشروع، وبتقول لي على ما تيجي عمارة الحاج رمضان الستة إن شاء الله هتلاقيني بقيت عملاقة في موضوع الأكل البيتي والحلويات. النهاردة بقى لقيتهم مشغولين في إيه؟ بيحضروا وجبات إفطار هيودوها لدار المسنين اللي بتشتغل فيها مدام فريدة، فاكرين؟ اتكلمنا عنها، ومن حظي الحلو إن أنا لحقتهم، وربنا كرمني كمان وساعدتهم على قد ما أقدر بخبراتي العبقرية. لقيتهم بيقولوا عايزين نعمل سلطات، فقمت أنا مشمر كده وقلتهم أنا هعمل سلطة الزبادي. قالوا لي ماشي، هتعملوا سلطة الزبادي بطريقة أبو موزو ولا هتعملوها بطريقتكم العادية؟ قالوا لي أبو موزو. هتعك إيه؟ قلت لهم سيبوني أنا هعمل السلطة. يلا يا سيدي، هات خيار مخلل، ويا ريت يكون لسه في أوله كده، ما يبقاش الخيار اتخلل بقاله كتير، يبقى لسه في أول يومين، أو ممكن تجيبه وتخلله على طول، تحط له بقى التوم والخل والحاجات دي وتحطه في مياه سخنة عشان ياخد الطعم بتاع الخيار المخلل على طول. وتجيب علبة زبادي وتجيب مايونيز وتحط الزبادي على المايونيز وتقطع الخيار المخلل حتت صغيره وتقلب كله على بعضه. عايز تحط شويه فلفل اسود مثلا، عايز لازم يكون في توم، صحيح نحط شويه توم، نجوحت وهتعمل احلى سلطه زبادي بنفس وعبق الاستاذ احمد يونس. يلا اعملوها النهارده واحكوا لي بقى على البوست بتاعنا على فيسبوك حالا، مش حالا يعني، اللي يعملها ويفطر بيها النهارده ويحطها على الفطار يقول لي ايه رايك في سلطه زبادي ابو موزو، بس الخيار يكون متخلل مش زي الخيار الصاحي يعني. تمام تمام، ويكون فيه مايونيز. مفكرك بعد ما عملت زلطة الزبادي قلت، وكانت كتير، قلت هو انا ممكن اخد شوية معايا وانا مروح؟ جايبالي علبة مربى كده مغسول عندها وقالت لي خد يا احمد خد، انا عارفة ان انت لو ما اخدتش هجيلنا تسمم النهاردة. سبتهم ومشيت وقلت سلام عليكم، وقلت عايز اكمل معاكم شوية كلام حلو عن الاطفال الصايمين تاني. هنقول شوية نصايح نكملها زي امبارح، ولكن نصايح النهاردة عن وجبة فطار الأطفال الصايمين، لأننا اتكلمنا عن السحور. مهم جدا يا كل أم جميلة بتسمعني أن وجبة الفطار للأطفال تكون متكاملة، فيها كل العناصر الغذائية اللازمة، يكون فيها التمر لأنه بيحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينز والمعادن المهمة للجسم، وبيساعد على الحد من الإصابة بالأنيميا اللي كل الولاد الصغيرين للأسف بيعانوا منها. بعد التمر يبدأ الطفل لازم يشرب شوربة، لازم تعوديه أنه يكون فيه شوربة، ويشرب الشوربة كده بهدوء علشان يهيئ معدته للأكل. تاني حاجة لازم يعوض السوائل اللي جسمه فقدها أثناء الصيام، وده بيكون الشوربة، ويا حبذا يا حبذا يا ريت الشوربة يكون فيها شوية خضار. الخضار
عموما مهم جدا على الفطار، سواء مطبوخ او طازه في السلطه مثلا. ولازم تعلميهم ان طبق السلطه ده شيء مقدس جدا، يعني حتى ان شاء الله توصلي لمرحله تقولي له من شروط الصيام انك لما تيجي تفطر لازم تاكل سلطه، طبعا معادن والياف وكل الحاجات اللي الجسم طالبها ومحتاجها من الفيتامينات، وبتعلي المناعة اللي احنا عمالين نتكلم عنها بقالنا كتير جدا ان عايزينها تكون عالية عند الاطفال والكبار كمان. البروتينات بقى سواء مصدر حيواني او مصدر نباتي. الحيواني ادينا عارفينه، النباتي بقى البسلة، السبانخ، الجرجير، الخرشوف، الارنبيط، العدس، المشروم، الحمص، كل دي حاجات رائعة جدا انها تكون على الفطار بالتناوب كده علشان ما يملوش وما يزهقوش. النشويات لازم تتحضر بشكل صحي وما تكونش هي الغلبة على الأكل، ما تكونش هي أكتر حاجة على أكلهم، ونحاول كمان نقلل وجود الدهون. المية مهمة جدا طول الوقت ما بين الفطار والسحور، خليكي كده كل شوية فكريهم أحمد إزازة المية بتاعتك، خدالي بالك إزازة المية بتاعته. لازم كل طفل دلوقتي، إذا ما كناش خلاص عملنا ده بعد بداية أزمة كورونا، لازم كل طفل يكون عنده إزازة المية بتاعته، الفوطة بتاعته، طبعا فرشة السنان بتاعته دي ما فيهاش كلام، المشط بتاعته، الفرشة بتاعتها، وهكذا. موضوع الفطار على تمر على قد ما هو طبعا عارفين دينيا سنة وخلافه، لكن احنا بنتكلم كمان انه صحيا مفيد جدا جدا. يلا كان معاكم النهاردة خبير التغذية احمد يونس، انا مش عارف هنشتغل ايه ولا ايه. وجبنا النهاردة ايه يا جماعة تاني للمرة التالتة؟ دعاء سيد الاستغفار. الدعاء ده بيشمل صيغة استغفار شاملة وعامة ومهمة جدا. يلا نقوله كلنا مع بعض. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وسؤال حلقة اليوم، السؤال بيقول اكتب لي 5 أغاني من أغاني رمضان بأسامي اللي بيغنيوهم كمان. سهل جدا اهو، 5 أغاني رمضان و5 أسامي مطربين اللي بيغنوا الأغاني دي. هتكتب الإجابة فين؟ على البوست بتاعنا على فيسبوك صفحتنا راديو 90 أو على الهاشتاج بتاعنا على تويتر عمارة الحاج رمضان شقة 15، والجايزة جايزة حلوة جدا مقدمة من عمارة الحاج رمضان على الراديو 90. أقول لكم إيه بقى؟ سلام عليكم، ردوا السلام.